بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأصول الدين القويمة حقا خمسة في الشريعة الغراء: أولاها التوحيد والعدل منه، ثم تأتي نبوة الأنبياء تقتضيها إمامة ومعاد لرجوع الأشياء بعد الفناء. إن هذه أصولنا دون ريب، وهي شرط الإيمان في الحنفاء. من نعم الله علينا أيها الإخوة والأخوات أن العقيدة التي نحملها عقيدة صحيحة. لما نقول الله سبحانه وتعالى موجود، عندنا أدلة قاطعة. نقول أن محمد صلى الله عليه وآله نبي، عندنا أدلة قاطعة. لما نقول أن هناك حياة بعد الموت، جنة ونار، عندنا أدلة قاطعة. نقول أن هناك 12 إمام معصوم معين من الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، عندنا أدلة قاطعة. الأدلة عندنا أخواني أخواتي على عظمة الله بعدد ذرات الكون. كم هي ذرات الكون حتى تكون الأدلة بعددها؟ الأدلة عندنا على عظمة الله بعدد مخلوقات الله. كم هي مخلوقات الله؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أخواني أخواتي، دخل جماعة على أينشتاين، قالوا حدثنا عن الله، قالوا حدثنا عن الله. قال لهم أينشتاين: إذا استطعنا أن نوجد آلة نتكلم بها مع ميكروب يقف على رأس شعرة من شعرات رأس إنسان، وسألنا هذا الميكروب على أي شيء تقف لصغره، يقول: إني أقف على شجرة شاهقة جذعها في الأرض وفرعها في السماء. الشعرة، يتصور الشعرة لصغره شجرة جذعها في الأرض وفرعها في السماء. قال: إذا قلنا له أن هذه الشعرة هي موجودة في رأس الإنسان والرأس أكبر منها بملايين المرات، هل لهذا الميكروب أي المتناهي في الصغر أن يتخيل ضخامة رأس الإنسان؟ قال: فكيف إذا قلنا لهذا الميكروب وهذا الرأس أيضا هو موجود في جسد هذا الإنسان، وجسم هذا الإنسان أكبر من الرأس مرات عديدة، أن لهذا الميكروب المتناهي في الصغر أن يحيط بجسم الإنسان؟ قال لهم: وإن علمي بالله تعالى كعلم هذا الميكروب عن جسم الإنسان، إن علمي بالله تعالى كعلم هذا المكروب عن جسم الإنسان بدرجة لا تتناهى في الصغر، فأن لي أن أحيط بالله الذي أحاط بكل شيء بقوة لا تتناهى. كيف لي أن أحيط بالله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء بعظمة لا تحد وقوة لا تتناهى؟ عظمة الله أيها الإخوة والأخوات، هنا أخواني أخواتي، أخواني وأخواتي، نأتي بشيء. ماذا أقول؟
لو الآن جمعنا أهل القرى الأرضية كلهم، اجمع كل أهل القرى الأرضية، كم مليار عدد سكان القرى الأرضية الآن؟ 6 مليارات، 7 مليارات، 100 مليار، اجمعهم كلهم حتى يقنعوا إنسان واحد بأن عود الكبريت لا موجد له، لا صانع له. تصور لو جمعنا أهل القرى الأرضية حتى يقنعوا إنسان واحد، رجل واحد، أن عود الكبريت مثلا لا صانع له. إذا اعتقد وإذا صدق بأن عود الكبريت لا صانع له، هذا يعني أنه مجنون، لأن عود الكبريت لابد له من صانع. وهكذا أخواني، هذا أصغر شيء. إذا مثلا كل أهل القرى الأرضية أرادوا أن يقنعوا إنسان مثلا بأن القلم لا صانع له، وصدق واعتقد بأن القلم لا صانع له، يكون مجنون. إذا جمعنا كل أهل القرى الأرضية ليقنعوا إنسان بأن الساعة مثلا لا صانع لها، بأن السيارة لا صانع لها، فيكون مجنون. فطيب يا أخي، إذا كان عود لماذا؟ لأن عود الكبريت يتركب من أمور أربعة. كيف أن هذا الإنسان لا يعتقد بأن عود الكبريت صنع من تلقاء نفسه؟ لأن عود الكبريت يتركب من أمور أربعة. عود الكبريت له شكل، مادة، وهو الخشب مادة، حتى نميز عود الكبريت عن غيره له شكل. طيب، بعد عود الكبريت له غاية أن نشعل به النار. عود الكبريت له غاية. بعد عود الكبريت له صانع، يعني فيه شكل مادة، له غاية، بعد في صانع، لابد من صانع لعود الكبريت. هل نستطيع أن نقنع إنسان بأن عود الكبريت لا صانع له؟ طبعا لا. وهكذا، فإذا كل شيء نراه، الساعة، السيارة، البيت، في هذه العلل هناك مادة مما يتركب منها الشيء، مثلا عود الكبريت يتركب من الخشب، هناك غاية مثلا نستعمل عود الكبريت، هناك مثلا صانع لعود الكبريت وهو الشركة، طبعا الخالق هو الله تعالى للمواد الأولية، ولكن الصانع، هناك صانع. وهكذا السيارة فيها مادة، شكل لها، شكل، هناك غاية. الساعة مادة، شكل، غاية، صانع. وكل شيء، المدرسة، البيت، مادة، شكل، غاية، صانع. بعد ننتقل أخواني إلى الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذه عين الإنسان، عين الإنسان أيضا فيها مادة، العين فيها مادة، لها شكل، لها غاية، هناك صانع. يعني عود الكبريت لو جمعنا كل أهل القرى الأرضية لا يستطيعون أن يقنعوا إنسان بأن عود الكبريت بلا صانع، ونستطيع أن نقنع إنسان بأن هذه العين التي فيها 120 مليون خلية ملتقطة للضوء، الشبكية في العين التي لا ترى بالعين المجردة، هي عبارة عن 9 طبقات منفصلة، والطبقة الأخيرة منها تتركب من 30 مليون من الأعواد و3 ملايين من المخلوطات. عود الكبريت يحتاج إلى صانع، وعين الإنسان لا تحتاج إلى صانع. هل يقبل عقلك بهذا العزيز؟ يعني عود الكبريت يحتاج إلى صانع، والقالب لا يحتاج إلى صانع، الرئة لا تحتاج إلى صانع، الكلية لا تحتاج إلى صانع. على كل حال، بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.